السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ How are yous? Civilization is a vulnerable thing, a whim of circumstance. At any time, the smallest flap of a butterfly's wings may set catastrophe in motion. Haran. تمشي شارع النيل. الليلة بالليلة هالليلة. بيتش. نيتشا. Almost like best end. Yes. ال عندنا نسب. ويسكي. هدي اسب بسرعة ما حد يسمع. يلا بعت لي انفيتيشن. انفيتيشن صمت. انفيتيشن جوين ذا جروب. هجرب هلا على الكواليتي الريزولوشن. يس، على طار الريزولوشن اروح اوبشنز بعدين شنو؟ يس ريزولوشن مره ثانيه. اوبشنز فيديو بتلاقي 3 اوبشنز، اول خيار اللي هو كواليتي بريفرنس، عندك بيرفورمانس، كواليتي، ريزولوشن. ريزولوشن اعلى شيء، ادق شيء. خلاص بدي اياك تجربها. ها شوف كيف ال هلا السرعه طبعا ما حتكون 120 فريم او 60. لا او صافي. في تقطيع والله. خليني اشوف اخش بس اجربها. اوف حولتني يا رجل. لحظة افتح الستريم تبعك ثواني. استنى نحط كواليتي. هذه نقطة ذا ووكينج ديد. يس. تنصحني فيه ولا؟ والله شوف يعني. أوله حلو. شو قلتها؟ والله شوف يا صاحبي، يعني هو يعني في البداية حلو، كل شيء حماس وناس وتعرف اللي واو، بس بعدين وين الحين جزء 11؟ قصدي لين أي جزء الحماس وقف؟ ممكن الثالث بالكثير، يعني ثالث رابع، بعدين يرجع كذا الموسم السادس مدري الخامس يصير جبار. يعني يجي منه وما يجي منه، هنا المشكلة. يلا تكمل. هذا اخر شيء وصلناه معك ترى. يعني اذا انت عندك وقت شوفه، اذا ما عندك وقت بصراحة ودم تحلك. يعني شك قاعد انا ضعت ما عرفت انزل. اوكي هي الدرج قاعد يستفرغ علي الحيوان. انت يعني انا عندي يعني تتكلم يا فهد حوالي 11 موسم. تعرف يعني 11 موسم كم؟ 11 سنة. too much. أنا أتابع ون بيس للحين. الناس اللي يتحملون. إيه بس أنا خلاص يعني أنت كل موسم لازم تحشر لي واحد. لازم تطلع لي شغلة يعني. حلبت أم القصة. قصدك ون بيس ولا ذا ووكينج ديد؟ ون بيس ولا ذا ووكينج ديد؟ تشيس اهربوا. هيا اخرب بيته. شلف انا برجع للبيت ناخذ لنا غفوه بعدين نكمل. ليت غفوه وين؟ انا مو عند الليفل العالي ترى. هيك ف والله شوف يعني اذا انت من النوع اللي يحب ذي الشغلات جو هيد. يلا نور تعال.
خذ غيبوبة. عطانا دبل اكس بي شو اسمه 9 درجات. هلا والله زياد، يلا تحية. الحمد لله. الحمد لله. هلا. Sometimes I wake up at night and forget the fall even happened. That's about the only time I smile. Then I see the goddamn UV lights. Spider-Man. 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 Got more to say. Only have a crystal gun. Spider-Man. أين الدرب؟ أين الدرب؟ أنت حتلحق القصة صح؟ قصة خلاص. قل له دخل جو الشاحنة. قل ليه دخلت مرة ثانية. يلا I'm coming. طيب مفروض يحطون كذا مربع وخلاص يعني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يسلمك يا رب. يلا توك توك. وينك انت؟ تيك تي توك. هاكر. Hey, you're a better climber than one crazy girl I used to know. هلا والله. She was something. She even wanted to climb the tallest building in the city. The VNC Tower. Was she one of your wives? Almost. Too hot-tempered, even for my tastes. What about this passage to the center? Right. From this roof, you can clearly see the Peacekeeper's base. That's you know. What's next? Wait, you brought me here to take a look at the Peacekeepers? The PK are your ticket to the center. I told you the only way to get there is through the metro tunnels. I'll go inside and draw their attention away from the platform. Then you enter the metro technical station. There's an airlock there. We'll take it together to the central loop. We can't just ask them to let me through? No chance. Right now, each new face they see belongs to a suspect in their commander's murder. They know me. I trade with them sometimes. I deliver lamps from the girls, or goods from dark zones. What's there that? Might be a few infected there. Nothing a pilgrim can't handle, though. When you get to the main station, let me know. Now you better get some sleep. You'll head out at night, when there's less infected in the tunnels. Anwar, touch feed this like. Oof. No, انت مشكلة مصيبة. Twitch feed this like. Feed this like, Twitch. مخطط من الحين يعطي ديسلايكات الوسخ. بعطي يجيب لها ديسلايك. اعطي ديسلايك ولا بهمني. قلت يجيب لك، ما قلت مدور حرج انت. هذه للحين ميتة. تعال دس لك على كيف كيفك. شي فيه اكتيفيتي اقل شي في القناة. بالعكس برفعوك. تخبثك وبعدين ورا ما تحطوا لي سيف اخضر. سيف اخضر؟ ايه تخلوني شو اسمه مود عندكم. كيف اخليك مودريتر تقصد؟ ايه مودريتر يعني عشان يطفش العالم. لا بالعكس احط السيف بدانيوم. يدافع عن ام شو اسمه حقوق النشر. ليش واحد ابيض والثاني اسود؟ ليش ما انتم ملزمين؟ ها؟ في شنو؟ خلفية هذا الافاتار حقي واحد ابيض وخلفية ثاني اسود. انا ايش عندي؟ انت صدق ناسي؟ يعني ايه اضغط مثلث. يعني انت تحسبها من هالناحية. المفروض بالضبط كل واحد يعكس لونه شوي يعني. كذا مع الخلفية تمام. والله طنت براسي هاي. وينك؟ انقذ فجأة.
من الفجر ما نمت. يلا يلا خلاص راح افتح البث ونام. حيوان اريد افكر فيها يا زباب. تبي صدق والله دائما انام واخذ بث حق اي واحد. انا زيبان والله لانك زيبان. فك بثك ولا اسوي حركة اللي احط 100 ساعة تحدي. والله 100 ساعة لا ها ورا ما تسوي الحركة ذيك اللي كل ما واحد مدري ايش يسوي يزيد ساعات واظني شغال. لا 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 خل ذيك لا في شيء اللي الله حط زي البار وكل ما حد عطاك دونيشن انت تحط هدف معين انك مثلا تشتري شيء وهم يعطونك. يا رجل حاطين يعني مثلا تحط لك بار وتحط لك الهدف ابى اشتري لي كرسي هم عاد يدفعون لك. اي ما تشتري كرسي. ايوه بس مو كلهم بيدفع مو لاي واحد ترى. الا جاك دفع جاد. قاعد اطارد انور الحين بالدونيشن اللي اعطيته اياه. فلوس حق انا رجع. اعطاني اعطاني 100 دولار. ايه ذاب اعطاني 100 بث الحين وبعدين وبعدين اعطاني 5 دولار. يعني ايش اساس يبين ايش للعالم وشغله زي هيك بين الغلط. انا في واحد رحمته يا رجل داخل واشوف وحاط لك انه عشان السيت اب الجديد ابغى 300 دولار واللي متبرعين له تقريبا ممكن 5 مدري 6 والتوتال التبرعات كلها ممكن 5 دولار. كم تبرع اجك 1 دولار 1 دولار 1 مدري ايش عشان اتبرع. يعني انت الحين احد اعطاك واحد اعطاك دولار مو شيء زين. والله يعني شيء كويس والله يعني شغله بالشغله المعنويه يعني بجد هو تحفيز لا اكثر. انا دارش بسوي اول ما فت بث اقول اعطوني الدونيشن 100 دولار وما حبث لكم اسبوع. والعب سيرش اي قتل قتله ترسكت. اي قتل ايش اي قتله ترسكت سنة ايش ايش هذا 360 يعني معلوم صديق. ايوه 360 اي يعني لما يعمل دونيشن 100 على طول بتعمل قتله ب 360 درجه. إيه. كل واحد قتله ايوه. هلا هلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام. شو تصيح انت هالطاقك انوار. هلا حبي انوار طاقك. ممكن ترسل لي الهارد ديسك بحمام زاجل. هاهاها وده بعدك الله لا يهينك بدك تيجي ما انا قاعد بتابع وبدفع. تبي يرسلها بالحمام زاجل يا مودي. ها تبي يرسل حمام زاجل. ايه قلت صوت اول ورني خلنا نشوف. لا ما يقول كذا حمام زاجل ما يقول كذا. عدك كيف يقول ونيجا هذا اللي في الحمام. ها لغلغ 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 هذا اللي صحيك الصباح اللي قدك. ايه لغلغ 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 الله نايم فمان الله المكيف مو قادر يغطي صوته. قم للدوام قم للدوام. هذا باكس ذا دوام. دوم دوم يلا دوام طاري بجز. طب هلا الطريز الطريز من وين؟ ليش؟ ايش عنده الغدة؟ ايش فيها؟ قلت له يمكن تتنوم ترى. طلع هو حلل طلعت نتيجته. اذا هذا غدة عندك؟ ايه قالوا ان هذا الغدة هي اللي تسبب لك يعني مساكن قبل. طيب اهم شيء يعرف السبب ترى اذا نعرف السبب إيه خلاص. ايه ما مداك قلت ما مداك عرفت السبب يعني هذا شيء مره حلو بداية خير. عرف السبب بطل العجب طبعا. الله يعني ان شاء الله انهم ما ينومونك.
لحظة، انت ما انت ملاحظين مودي قاعد يعطي امثال وحركات. يا اكيد انا اكل شيء زين. اكل الضاحية. كبير عليك. شوف اسمع من صوته مسكر فمه. لا بجي تاخذ الراهية من شاورمر. هذا ايش قصته هذا؟ مش قادر اضربه. تهبلات. اي اسمعي بس اخذ الجمش حق ابوي داري. ليه؟ كيف؟ وراك وراك انور. انت خلص احمي لي ظهري انا عبال ما افضي لك الطريز. ياهو كفر ماي باك. اسمه نجم السلطان حق شاورما والله حلو. نجم السلطان سلام. كم باقي عاد اسمي يا عيال؟ باقي 10-12 يوم. 22 شو اللي بينزل قبل الدر رينج ولا الاضافه الدستني؟ الدر رينج 10 ايام. ايش هي؟ الدر رينج؟ ده هي عندك اصلا؟ لا بشتريها بس. اما عاد الدر رينج كم باقي عليها؟ 10 ايام. طيب دستني باقي لها شو اسمه؟ 10 ايام تقريبا. لا 8 ايام. وين تاريخ اليوم 14؟ و 22 تونا 13 رسمة يعني بكرة 14 هبي فالنتاين. هبي فالنتاين. فهد دلع في الدر رينج الحالي بالضبط. يلا انا وصلت ترى. تشتريها تجيب لك صح؟ نو تراها خلص. لا ذا ويتش كوين يقصد. ما شريت الدر رينج. انا اقصد الدر رينج شريتها. لا لا اجل شو اللي سويته؟ ويتش كوين؟ والله يا كنكم ما تلعبون لعبة الجيم لا تطبقون ومساكين طب فوق راسه انتم ولا هم؟ يا رجل قسم الله كيف تلاقى؟ ما عنده شعر تسلقه بعد زيادة. رجفهم رجفهم يرجف اللاعب اذكر من قبل يمدي يرجف يرجف اللاعب انور كيف؟ ها؟ يشوت؟ شوت يرفص ايه رفص رفص الجثث ترجع وين الدرب؟ لا طب من فوقه وتزحلق والله كان فيني طب من فوقه وتزحلق يلا يا انور خريب خريب ليش ما اخذت لك البطرانه يا مودي؟ اخذتها اصلا. ها؟ اخذتها اصلا. حجمها كذا. هاكون يا هاكون انا متاتا كمان انا لذيذ قوم اجرده او ماي جاد ما تصل وينه وانا قاعد بصفق بالباب قاعد انا كل اسلحتي ذهبيه ابوي ايش فيك خذ باقي 8 ايام 21 ساعه على وش كم دقيقة؟ يس 13 دقيقة تعال تعال عبد الله عبد الله تعال سلام 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 طل طل على هذا اللي على الزومبي اللي 100 تعال طل بالله عليك شوف كيف 100 الله وجهه لا شوف كيف واقف لا واقف عندك بس انا عندي معفط شوف رجع على الرجل وحاطط ايد على خصر ورابع ايده الله لا الموت الموت اللي عندك غير ذكرني برقصه الباليه ايوه هو زي الباليه ادخل على تويتش تعال خش خش على تويتش عندي شوف وشوف عنده كيف اي اوبن ذا دور
زنجبيل. الله مودي ما بيحكي هكونا بطاطا، بيحكي اعطونا بطاطا. اعطونا بطاطا. وش الزب اللي يرقص ذا؟ ايه هذا شو اسمه؟ مات هو فانتاستيك. كنت ملقلق بثك ملقلق ترى ولا عندي؟ والله ما ادري انا ملقلق عندي ولا شو اسمه محشي. لا 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 ما في اي مشكله، شغال عندي لوز فرع لوز. اني كنت حاطه اوتو الجوده حطيتها ال شنو هاي؟ دلد لي صوت الزومبي هو ياكل شاورما. هبا ايش فيه؟ ايش اللي ارسلته ذا له؟ ارسل لي جي جي. كيف؟ تحت بتلاقي بال اصبر. ايوه الزومبي شو اسمه بدا شبع من البطرانه. الزومبي طلع الصوت اذا شبع. ايه عطى مويه الزومبي حق سوج. شرق بام شورما. لا حق ورزون. هذا الزومبي حق ورزون من فوق. اذا طلع فوق قال طيب ايش فيك؟ طيب قم طيب على الارض بعدين صارخ هو نازل. كيف يا اجيب لك من هنا صح؟ تحت هذه انزل تحت تلاقي الصوتيات تحت. وين؟ نحطها تحت اذا نزلت بتلاقي ساوند اليرت اختار. الفين والله بقص بطني. اختار الفين. لا مو في الشات. انزل تحت انزل تحت. وين تحت؟ ما في ما اشتغلت الهاي. شغل ايش مره ثانيه اشوف الالارم الالارت. And a lot of people are said to have survived in Villador. You're looking for someone. انور مين دي من كول؟ Maybe I can help you but not for free. I'm used to trading. What do you need? No nonsense. That's good. إيه كيف شغلتها؟ جي جي. لما انت تشوف البث صح؟ His body was found in the bazaar. Horribly mutilated. انزل تحت الصورة تحت الفيديو. تلاقي في ساوند الارت والاشياء. شو هي؟ الا شو صار استمر بالله؟ ابد كانوا ماكينه كذا. شو هي الصوت واطي كانه طالع؟ ليش طالع عندي واطي؟ شغل بالله عليك مره ثانيه. اكسك سوزم واه. لا ممتاز. تدري جوي كنت محجور انا. توكلنا حقي كان اخضر. اول ما صار اخضر. First it was isolated. حرك عليه محمد علام. حريات انقذنا. في حالة دلوقتي قلت طلع عندي ايش دراك قلت له توكلنا حقي صار. والله شكله هو اللي مراقب جوالك عن بعد. لا هو مشكلة ما يقدر يتصرف لازم يكون في احد هناك. شو ان الضابط قرب عليه بغى يشوته عند السكن. وليه؟ ما يفهموا ناشي بالام الضابط. ايه لانه جي جي الضابط يبغى يحقق. ايه خلاص قفل كل شيء وقال الحمد لله سويت عليك. حلو. كل ما سأل العمال انت كنت هنا انت من اللي بلغ ذا هو اللي رد. قالت بتسكت ولا شلون؟ قال حتكلمك. قال تراك ذا شبلي من فوق يقول. كل ما سألت واحد رديته ايش تبي؟ قال عشان يسوي كفر ما يجي الدنيا على راسه. ايه قال له توكل على الله لا تشوف وجهك.
لين ما طقه نوني والله ما خيش لت انا ورياضة تعال تعال اخي ما طالع الصوت تبع ناني ما طالع لي انا ليه الا اسمعها انا انا اسمع نحن نسمع بس انت عاليه انا صوتك كويس ممتاز لا بسم الله الرحمن الرحيم عنوان تعال يلا عشان نسولف معك اعطى واحده ثانيه ناني ابو دقن اعطيه ناني 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 يقول لي تو فاست طالع عندي طلعت سمعناها يلا هناك شبكت الاوبتيكال ناني يعني جده صح ها اي اوبتيكال اوبتيكال حق السماء نوني لا اللي عندي ما تقدر سويت نوني غيرها يعني لا بس ليش مش طالع الصوت عندي انوار تعال وين رايح عندك معاك ورا تعال نسولف مع ذول نشوف ذا شبي هو الاوبتيكال شبكته على البي سي بس ما زبط فوصلته وخلته عادي انوار ورا يسار يا عمر مفهي ذا اي لا تشوفه لقلق صوت اغاني من اللي شغل صوت اغاني صوت اسمه دي ران هذه انا قاعد بجرب بس مش طالع عندي الصوت يا اخي لان من القهر انا اطلع لك يلا انت اي شيء حطه بلاك تاجر قلده يعني يلا نور يلا لاندسكا لاندسكا شفت الحلقه مودي لا لا شفت جاي اليوم بشوفك الا روك يقول شو اسمه تقول تسولف لي على شو اسمه الانفجار ها الحين الحين سوف انتقم بليز ارجوك يا بنت كري ابي تعال نعم يا قلبي اصبر is the name of my head of my game still fuck with the beat still the love of the street do you have alcohol I say you what I need to do وش جاي ومعك الحركة ذي وسام يا يجيب لك ايش هي الحركة ذي اللي تسمع الموسيقى شلون هذا اشغل من سبوتيفاي عندي اسجل مخه ضيق ذا تقول لي تشغل من السبوتيفاي وبعدين شغل من سبوتيفاي وافك المكسر على البي سي لما نو نو فهمتي شو ما فهمتي شغل سبوتيفاي من السوني صح ايه ايه وبعدين لما شلون تشبك على البي سي شفت المكسر حق خطي لما الحين ولا باقي مو في بلاي ستيشن او بي سي اوكي اذا طقيت على البي سي يطلع كذا بس مشكله الصدى ما هنا تكمن المشكله يا صاحبي يبغى لك عده جامده عشان تضبط الدنيا Let's go. تعكرف اللاعب اللي عندي. ايش
بارابيم بارابوم. والله والله جيجي. بس كمان ور يلا طيب حلقة اتاك متى بتنزل يا مودي؟ ايش؟ حلقة اتاك اوف تايتن متى بتنزل؟ اليوم وين؟ على اي اي وين تشوف انت؟ انا مش فاهم من اللابتوب؟ لا من الشاشة اسمه انمي سلاير؟ ايوه انمي سلاير هنشوف انمي نزل على الجوال بعد سلاير Vader said he might let me through to the center. تحميل انمي سلاير تطبيق 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 What are you supposed to do? Lucas's weapon, the Lazarus. Went missing from the crime scene. He believes finding it. خرب عندي ال السلك حق الالياف. ما عندي رصيد قلت المودي يكلمه. قاعد انقل شوي صوت عند حرف نوني قلت له قل له اي قال مو دي اي بلا ما ضحك راع بايز كان موجود قال باكس اي لا كان ينقل حق زين اي بس هو قاعد يقول له اي عشان ما يغلط يحط اي يشدد عليه اي اخاف افتح لك الراهيه الثانيه برافو برافو اعوذ بالله يا زق يا معفن ديسلايك ديسلايك الله وش ديسلايك هذا كيك على طول نوني هذا بلوك في ال اوبا يلا هلا اللي ظبط الصوت يا زلمه عرفت هلا ليش؟ هلا وجهك يا ايش سب شيك زعل طيب وش قال يا كعبش ما ادري شي علي انا ما ادري ايش فيه اوكي في ترى شيء لك عندي طب انا قلت هلا ما قلت شيء يعني ما سبيت لا ما حكيت هيك اتحداك انا ترى حكيت بعد هلا قلت اي لا هكا الا اعطاك الا الا اي اي اندر ماي امبريلا الا يا مودي كنا متصلين بسناب وينك؟ It's not my family anyway. الصبح انا متصل انا وليو وانا دخلت معهم في الاخير والله دخلت معهم في الاخير مع الرياض وليو ايه طلعت حطيت فلتر قطه قاعد تمسح لا انا يوم طلعنا وطلعت ياهو شو ما 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 موجود الا معانا ايه خله ياخذ الهارد ديسك بعدين نشوف ايوه بالضبط بابي وتشوف مودي ينحاش ورجلين الصغار انا ارسل سكيب انا ما عندي ارسل سكيب لا انت وانا لازم ارسل سكيب خلونا نناظر توجيهكم ايش تبي خلي تناظر في وجهنا لا تناظر في اللعبه زين وجهك تمام تعال تعال بعدين طالع شكلك اوكي بالكاب يا جباك لا بالكعب ايه لابس كعب انا عندك 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 اعتراض بعد الواحد يسمع صوت الكعب تك 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 يا انت بالكعب اللي يطلع لك الجول لحظه انت متوقع انا بمشي كذا تك 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 والله اذا ما انخرم البلاط اصلا دايري كيف بيطلع دوب الدايري؟ الدايري كيف؟ لحظة 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 عيد 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 الدايري كيف؟ الدايري؟ تدري ان الجوهي عنده اتومك بريث؟ دق سو هذاك عطى حقة الغرلة قال قد زلت لا لا ايوه خلاص يلا يا نوار جيتا اسمع اسمع وش ذا اتمغض
يا جوهي هذا رجل لي ذا وش ذا يايك 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 يا 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 شوي شوي يقول يا انا قال 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 طبعا جوهي ما يدري السالفه بخليه جوهي لعبت في فوق لا لسه والله انجلت لي صار عمري 70 ايوه يا رجال انجلت من واحد لي 73 صار عمري انجلت لسه ناوي عليها بكره ان شاء الله وفي الويكند اختمها على طول والله تمحط نقله بس لا 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 23 بغيموت سنوار انت تستطيع اخسجون جاء من تحت طيارة اخر اخر نشبت انا اصلا عم بس يقول ظروف اون فاير بعدين ايه لحظة تعال كيف حملت انت هذا سيفو مجانية اخوي احمد اشتراها دق علي قال لي ترى حملت يعني مجانية على بلايستيشن والله اني خسي ايه لا انا ابغى افهم مو بسبب مجانية ما لك ترى تصدق ذا بعد انا عارف انه مو بهو انا توقعت انك مو مصدق بعد انور انور داخل مصدق ترى راح يدور عليها مجاني لا يوم انور سأل قال لي وين شريتها قال فهد شرالي قلت لي ساي قال ان شاء الله بلعبها وبثها ونشوف انا وانا اتمحط شلون والله بتصير شكلها انت ما سمعت هواشنا قبل ثلاث ايام وش مودي قاعد يسلم بجز ويقول لا انا بشترك معك ونسحب على ليو فهد لا ما انا لا والله لا انت ما تدري السالفه وش السالفه ان بجز جاي يشتكي ان ليو قال لي ترى يشتكي ان ليو ما يلعب معه ايوه جاي يشتكي ان ليو ما يلعب معه كل ما قال له تعال العب معي قال له لا وكل ما قال له مدري ايش قال لي ترى انا زهقت قال طفشت قلت له طيب وش فيك قال لي يا اخي خلاص اجمعي انت تصمل قلت له حب على مندوب بالعالم قال العب معك اللي تبي يلا بس مشينا قدام وانا ايش ذنبه قال لي بس انه خايف عرفت قال لي يا اخي اللي ما قلت له شوف انت راح كلم لي اذا بيلعب معك اوكي اذا ما عاد بيلعب معك ايش اسحب عليه تعال عندي تفرق انا وانت ونصير نلعب كل شيء سوا انا ما عندي مشكله قال لي طيب فهد قلت اسحب على مندوبه معك قلت له انت سحبت على ليو انا اسحب على فهد بعد ايش اقول زينكم طريتوا اصبر اصبر قال طيب قال طيب خلاص جينا اجتمعنا الثلاثه فجاه كذا انور يس انا وليو اذني وبكس ما حضوني قعدنا نلعب كذا ونسولف شوي بكس قال لي يدقني بالكلام او يدق ليو ما ادري بس قال لي اصبر ليو جاء لا تعلم على المخطط حقنا قلت له ها؟ قال لا تعال معي مخطط حقنا. قلت له يخطط. قال مخطط حقنا. قلت له إيه لا ما عليك. قال لي واوي. أنا صرت فوق أنت وأنا تحت. قلت له يا أبوي بنسحب عليك. قال والله ما تأخذ مني. قلت يا رجال ما عاد نبي. أنا وبنت خلاص بنسحب عليك وبنلعب مع بعض. قال والله ما تروح مدري إيش زي كذا. قال لي والله ما. قال لي ما تنازل مدري إيش زي كذا.
كنت ارجع انت ما تلعب معه ولا سوي شيء وبعدها جيت الولد يضيع اي قلت للولد كل شيء يضيع ويقعد الحالة انت طبعا لقى الحالة ما تلعب معه قال ليش دخلت مالك دخل قام سأل بق قال لها بق انت تبغاني ولا تبغى مودي بق زي تحت سكت ما قال شيء توهق توهق قلت له يا اخي ما يبيك يا اخي ما يبيك قلت له يا اخي ما يبيك بس انا مستحي خايف قال لا واذا ما يبغاني الحين كيف يروح عادي ما عندي بس معك انت لا ايش معنى يعني قلت له يا حبيبي الزبده انا حبيت نظام الغيره ايه قلت له يعني الزبده انا مو بي واحد ثاني قال لي لا ما ادري يوم شفت بنت ساكت ما اتكلم مستجد خليني اعدل الموضوع علي انا وخلي ما ندخل بقز عشان ما يتوهق مع دي ولا لان الوالد اشتهى وقلت له خلاص انا قلت له انا اللي ابغى اسحب عليك وانا اللي ابغى اسحب عليك وانا اللي باخذه وانا اللي بدرج وبسوي بفعل على دخلت مصطفى جاك معزز قام هو قال مصطفى بالله ايش رايك قال له وشو قال له مودي يبغى مودي الحيوان مودي يبغى يسرق بس عليه مدري قال احسن انت ما تلعب معه اصلا يا ابو سيلم قال انت قال انت طفيلي تسحب الناس وتخليهم مودي وتعلق ولا تلعب معه ولا شيء تقعد تبطس دم ويقول مصطفى عاد قسم بالله عليه مصطلحات الله ان على المصطلحات قسم بالله تحفة بس هذه السالفة طفيلي ايش فصل؟ ورا فصل إذا أنا رقده وكان يطق والله استشان وقف اللعبة والله جاك والله جاك لا أنا ما توصلك أصلا قلت اسمه والله روحني يا زلمة أنا المشكلة ما سمعك وطلعني من البارتي مدري ليش بالله طلع له من تحت الدرج خنق قال لك هذا قال له أنقذني أنور أطالع لك أنور منبطح وانا قاعد اضرب فيه مسوي قوي وين الكلب وين الكلب وين هنا اللي كان يطق واحد من العيال على الدرج الكهرباء اي حطني دوي له حاجه دوي له حاجه اضربه ايش ما يموت بقوه ذا ليش عشان جامد يا شيخ هذا الهنتر انت اللي طلعته
انا طنور ما مدى التفت بس تحت الدرج طل طب يعني كيف طب عليه غرق لا ما انت ما جبت اقول لك انقذني انور اطالع على انور كذا اقول لك يجيب لك تذكرني يوم يطق في لعبه زومبي يوم يطق واحد على الكهربائي اي شيء هذاك يوم يطق واحد من رياض الدرج الكهربائي الكبير اي لا 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 انا طالع كذا اشوف انور اللي متعلق الانور اللي خانقه انور خانق انور كذا شايله قدوم مخنوق يا مخنوق هناك يوك جا 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 مره ثانيه انور جول اثنين انور لا تيجي لا تيجي لا تيجي لا تيجي لا تيجي لا تيجي اشرد اشرد لا تيجي والله شوف الجوي قاعد يهوش لهم من بعيد حشرون انا حشروني اثنين انا فكرت واحد والله طلعوا اثنين لا حول ثلاثه وين اثنين اما ثلاثه تستهبل اي تفل عليك قاعد يبصق اما يبصق يبصق طفيليات وين يا يا رجل ارجع ارجع زق عليه زق عليه شو بيدفع عليه شروخه والله ما ادري ايش هي بس قاعد تجرب انا ارتاح طيب انا المفروض يجي يغدر فيه غدرت فيه خلص موته اللي جوا طلع واحد نزل من فوق وين انور عشان يلوثه خلاص لقيته ظل كيس إجا 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 استنى الله والله ما أدري كيف نفدت هو قاعد يرجف أخر عد مهيب طق نور طق نور أحط هذا المسكين فيها جرنيد؟ إيه؟ فيها كل شيء فيها كل شيء هاي الجرنيد اللي رميتها لا اللي رميت انا شروخي توم وجيري طايق راكب طا 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 اي جيب لك لا مسوي جلتش؟ اي جلتش الدبل لا لا ما زبط معنا ما زبط معنا بس اعطاكم اياه اغراض اعطاكم اغراض سام اعطيكم ببجامة نوم ايه هلا اعطانا كم غرض بس ما بقدر يعطينا كل شيء يعني لانه هو في اغراض اله كريم هذا كريم ما قصر ما قصر اقول كذا عشان هو موجود هو موجود أنا يا وسام يا من أنت كريم يا رب سام يتكلم أصلا داخل على البارتي بس ما أدري عاد وينه واحد كيفك أنت وين راح شال سماعة معه ها سماعة معه طيب لو السماعة معه كان تكلم كان رد كان قال ألو رد يقول يا جبان لا يقول ها يا زبال مود يا زبال يقول لك شوف ودي بو ايوه طيب هلا وين الطريز ليش وين عبد العزيز اليوم والله ما قدر يخش شكله مش شغل حقك لا لا مو دخل متى التحدي يا انور تبع الرعب ايوه جاهز وش رعب انا لا ولا رعب اي رعب يفهم وشو طيب نطلع
خلصت كل شيء يعني. اتوقع انا رعب ما يعود معي اي شيء مرعب اكيد. ايه زي ذيك المره يا رجال يا خلصتها. دايب الودن اسمه كذا صح؟ مين؟ دايب الودن او دايب الودن؟ دايب الودن والله استمتعت. لحقت امه واحده يحسب انه ينحاش منها شوي دخلت من الجدار. تذكرها مودي؟ ام شعر اللي تطير. والله واقف كثير قبل فيه اللي انحشت منها وتحسب انك دخلت من الباب خلاص ما هي جايه شوي دخلت من الجدار. ايوه كريهه ذيك اللي مودي على اربع رجول الحين دخل شوي قالت السلام عليكم دخل على ابليس شوي انحاش منها شوي طلعت برا عنده. والله لا انا الخرشه تبع مودي مودي الخرشه اللي صح وقت ما كنت في الحمام اللي كانت من فوق وش ده اللي ينقط وما لحق يرمش فوق الا وقع والعلبه صرعت لي هذيك والعلبه بتكل اي واللي جاني يحبي خرج لي مره ترى اللي جاء اللي يحبي بس راح اشيك راح اشيك على اللي حملتها شكلها عن جد بتراعي بتخير تلاقي السيكل حق الاطفال يمشي لحاله قدامك وش تسوي انا ابغى شيء رعب يرعب اي وحده هذه الجديده اللي نزلت في واحده جديده نزلت انا اسمها هورر ستوري مو حقت اليابانيين اسمع لا هذه جوست لا مو يابانيين من يذكر لعبه بلاي ستيشن 1 المرعبه ذيك في تالف انا بعرف ايش استنى اللي بالكاميرا تصور في فيتل فريم فيتل فريم ايوه تجيب كاميرا تمشي وتصور اللي تاعت الفراشات وما الفراشات يعني اختها عرفها بدلك اجزاء كثير منها ما اعرفها احس انك قاعد يسلك صار انا ما اتذكر الضفدع حق رزنت ايفل اللي الضفدع رزنت ايفل في ضفدع ما في ضفدع ما الضفدع اللي في شو اسمه في البياره الهنتر هذاك اسمه كان الهنتر اول ما يطلع يا نور ما يطلع في البياره يطلع في القصر فوق هذا الجزء الاول ايوه الجزء الاول اول ما ظهور للهنتر لما تطلع وتاخذ حقه المويه ذيك العجله وتوضع وترجع ترجع للقصر وانت راجع يجيك جيري الهنتر يلعن ابوه هيك صوته يلا هلا وين يا استاذ ابو هذا الانهبتر هنا عندي اخذته تدري اذا كنت ما انت منتبه للهنتر في منتبه ضربه واحده يقص راسك يس لو انك فل يس ينط عليك بضربه واحده شوب ايوه يطير راسك على يس اظافره طويله ذي يا رجل مكازين نمسس بس هذاك اقول لك اول ريزدنت ايفل لعبته لا وين ذاك انا اول ريزدنت ايفل طحت عليه هو بعدين رحت لبس في اللبس العن شكله سكر الباب ذا لا والله اللي لعبته كله نزل ريزدنت ايفل 1 اصلا من اول ما نزل حتى لعبته اصلي ما لعبته النسخ اللي كان نسخ منسوخه نسخ المنسوخه نسخ المنسوخه اليوم يا جوي دق علي اليوم وقال لي يا اخي ابغى نروح نتغدى قلت طيب اوكي قال نبغى غدا زي الناس زي كذا قمت اقول له انا والله شوف في مطعم يسوي برياني بالرز كيف يعني قال لي كيف يعني عطاك يعني كيف يقول كيف يعني يعني كيف يعني برياني بالرز لا واضح لازم يداوم اليوم واضح الكورونا ضربه معاه يا رجل والله ضربت فيوز عندي واجد النسخ المنسوخه قلب الافلاك عندي ادري عنا النسخ المنسوخه ذي الحاله فيلم النسخ المنسوخه
يا اخي ضربت عندي فيوز واجد. لا اثنين تركت علي اثنين يا استاذ. ما انا اسلك بالمخ في لاج يا رجل. انت تسولف تشطيني والله. كسفت اسلاك يا رجال. بس استاذ منها قمت اشتري العاب. والله شرالك لعبه صيد، شرالك اللعبه دي ما ادري الشاره بعد، وانا صيد اللي غلطه والله شريناها غلطه ذيك. حمل حمل مصطفى، مصطفى ترى حملها. هاي اللعبه هذه حلوه، يركب يسوي يحط شوي ما ادري شوي ما اجي. اي طبعا حملها ترى. اي وحده؟ اوكي كنت اللي فيها كل. ايش اللي فيها كل؟ فين هبتر ينمو؟ لعب لعب التوصيل. تدي الثانية لو حملناها ازين اللي هي. والله شوف انا معكم بس انت اخبر انك انا نبي صيد ما نبي كرافتنج وسواليف. اي هانتنج سيميوليتر ازين منها كانت مليون. اول ما بدينا قام لاحقك ذا الدب. احنا ما جاء صفقني على طول الدب ذاك الخرا. والله تم راسك. تعرف اللي من جد كان ودي العبها ال ايش اسمها هذيك الاربعه نروح نصيد وحوش وفي كمان اونلاين ردد ريدمشن. لا 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 هانتنج 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 حاجه شيء زي كذا. لا وين اللي عرفت 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 أربعة إيه تروح ندور على وحش ونتحاول تصيده قبل الثانيين و... عرفت لا لا اسمع اسمع هانت دا هانت شادو شادو هانتر شيء زي كذا كانت تحفة بصراحة يعني شادو شادو هانت قصدك. أيوه اللي أسلحة قديمة كلاسيك كذا. أيوه اي هذه بطلة ترى مرة حتى ال نزلت على فور مودي مودي من زمان يقول لا عمله مرة من زمان وانا قرد العيال يشترونه بس زبالين العيال. قلت لك معك بس انت كان وقتها على البي سي انا كنا وقتها بنحملها. اي بس حتى حتى الستار السعودي ترى نزلها ناقصة ما نزلها كاملة ترى انا كنا بنحملها خلاص بس نزلت لعبة فيجو. لا بس هذه كانت في الستور الامريكي كانت نازلة ما نزلت في الستور السعودي ترى بس اقصد نزلت لعبة فيجور قلنا خلاص يعني خلنا نلعب واه فيجور بعد والله كانت بطلة. تحت فتحت يعني نروح فيجور كانت برا انا ودي جوهي نرجع لجنريشن زيرو. يا رجل صدعت فيها قسم بالله مني عارف انا الله حاطني وش جنريشن لا بالعكس احنا يوم وصلنا عند الحوش الكبار طلعنا وش هي وحدة دي ايوه وقت الحماس وادري ماب كبيرة يوم بدأ الحماس طلعنا وخلينا اللعبة والله وطلع فيها اضافات وطلع فيها شغلات بالهبل وش دي جنريشن زيرو في لعبة اللي آليين لعبة سويدية تروح تطاق مع آليين سويدية لا 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 يجون آليين ومدري وش وتطاق معهم قليل واسلحتك قليلة وتروح سرفايف يعني تدور تفتح اماكن وذا المشكله تعرف اللي اول ما حملت اللعبه فيلم ذاك ما فيلم ما له دخل لا ما 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 له اي علاقه باي فيلم لا ودور الشباب والشباب مهايطيه ودخلت ما نزلت اصلا في الستور السعودي تلقاها بس في الستور الامريكي الله كان حقها جنريشن زيرو لا سحر شيء لما دخلنا اونلاين صراحه فطستك عليها هي ما فيها اونلاين اللي مع بعض كواب بس لا ايش اللي لعبناها الاربعه هي بس كواب ما في ضد نلعب ضد لا 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 الا الا لعبنا شيء ضد اللاين بس ايش هي كانت ناسي لا مين جنان ايش اسمها زيرو اذكرها انه اونلاين نلعب احنا ضد كبير بس ما في اونلاين ما في احد في شيء في شيء حملناه وكنا نلعب أربعة ضد أربعة و... كانت مرة زبالة بصراحة. إيه ده راكب سيكر. إلا إلا فيها سيكر. جنريشن زيرو فيها سيكر إلا المسافات البعيدة كنا راكب السيكر. إيه ما تدخل لك سيارة ولا شيء أتوقع كانت. لا كنا نفكك بطاريات أو شيلة أو يس. يعني الأنمي إيش؟ رجل آليين. آلات. آليين. آلات. آلات. يمديك تربي علي شيء ولا تربي احد ولا شيء لا تسوي اسلحه
يا تقتله يا قتلك ما في شيء اسمه. طيب والأسلحة طيب؟ أسلحة على فل كوف على شدين على رشاشات. لا عادية مين قديمة مرة. طيب ما تمديك تأخذ أسلحة من الآليين اللي تقتلهم؟ لا تأخذ منهم أيمو بس. صح. هي هي اللي أنور. بس حلوة مرة كانت. إيه شوف والله حلوة. زرت متى 2019؟ هي قديمة لازم. ضربك شقة حلو يعني ما هو ذاك خايف. لا. كان حلو. خايف. شبه رعب بس أصلاً لما تمشي كل تسمع صوت الآلي جنبك مع بعض. عاد ما تدري وينه. دورية دي. أيوة دي دوريات استطلاع ما استطلاع. طلعات بنت كلب. أصلاً ضم رايح. يطبون عليك طبات وسخة. يموتون بسرعة. هم لا الصغار يموتون بسرعة الكبار لا يا حبيبي نقعد نتجالد احنا وياه لين لين. ده نقطة ضعف يعني ولا كيف؟ لا حبيبي اطلق عليه لين تفتت تقولك تفصل. يتفصخ. انه وينك؟ انا وين؟ انا صرت فوق برا طلعت. ليش تطلع؟ لسه باقي اثنين. كيف باقي اثنين؟ ضبطوها من الاطاقات. انور القدري يا انور. انا صراحة اللي ودي ارجع العبها فيجر يا اخي. اظن فيجر هي اللي اربع ضد اربع. اللي لا اللي نسخ فاضيين ما معنى شيء. ايه. ونطلع باللوت. هذه فيجر. تدخل بسلاح تدخل بيها. يلا جيتك. يا 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 اللي والله ودي ارجع له بصراحه بس والله شنو انفجر فيني ذا انفجر الحين ودنا نرجع لكذا لعبه لو رجعنا بينزل الاضافات بتنزل الدنيا بعد 10 بنسحب عليهم بكسجن قسم بالله تحفه. شفت الشخصية الجديدة اللي نزلت بلاك؟ شفتها انا البنت. ايه مش كان انا عندي كل الشخصيات بس ما طفشت. اول ما طلعت ابكس كانت يا الله شيء خرافي. للحين والله للحين انا عارف انه للحين خرافي بس احنا طحنا فيها طيحة مرة قوية كانت. ما الفترة كنا نلعب جروب وزحمة وضحك وفلة وقلبات نقلب على بعض ونتهاب بس بعدين ما ادري الشعب كله كذا دنقر وقف ما عاد. لا العيال كذا دايم ترى يوقفون يلعبون باللعبة شوي بعدين يوقفون. انقز يا نور انقز. والله انا صملت فيها بس بعدين خلاص شفت الوضع انه صاير يلعب مع راندومز صار خياس. بعدين طحنا في اتش 1 زد 1. لا اتش 1 زد 1 كانت قبل. ضحك ضحنا يا ضحك كانت قبل ابيكس هذه يا رجل. لو كنا نركب السيارة وقف 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 وروح نحولنا على البابجي بعدها البابجي بعدها. لا كان آخر شيء أبكس آخر شيء أبكس كان اللي طولنا فيه. آخر شيء أبكس كان H1 Z1 اللي مرة دخلنا حماس فيها. حولنا على البابجي بها أخي ماش مهيرة تزبط معنا البابجي مرة متعمقين انك اخذ لك القطعة دي وزبط المدرويش وحط المد وعاد غير الناس اللي يلعبوا لك بقطعة خذ لك سلاح قسم بالله مو بثابت خير شرط هو ما شاء الله يخليه مصرة. انا ما للحين اتذكر كذا فجأة يلا يلا اركب السيارة نركب كلنا وندعس ونحن ندعسين كذا مودي يشوف لك صندوق كل واحد لون اسمع لا غلق هذا نحن داعسين فجأة كذا مودي يشوف لك صندوق وينزل ويخلي الشباب
اقول لي وقف وقف فيك لا مودي نزل ليش ليش عطاك ليش عادينا ذبتنا عليها خلاص ليش مودي شاف اللوت اي لا لوت نزل الزبال الله العظيم قسم الله كان مضبر والله عقد على ليش كان ناوي لي ما ادري مين ناوي على احد ما ادري انعاش من زود ما ادري ايش اللي كان يصير وقتها اكل هذا انتفى وياخذ الباكج اوف يا حب الباكجات مودي يا الله كان يوقف مكان قبل الباكج لا ينزل ما حد يدري عنه غير مودي والله ما تدري الا مودي كذا تلاقي الباكج طايح جنبه طيب شلون ما تدري يا الله في لعبة يا اخي اي صح شو اسمها فيجر مدري مين مات من الباكج ترى عليك انا في النهايه جابوا ميت الباكج واقع فكرت اللي عنده الجزر صح انا يس للاسف ميت والباكج كذا فوق رجوله طاح تحت الباكج اذكر المقطع لسه مصورين انتم ماك طلعونا صح الله رب الله والله قام يسجع المواسير نور بالسيحة مش كان طلعت وخليته ما ادري ايش سنتر لسه عنده منور لقى هو وش اسمه ذا العاوي وشلق وقفته بدقيقة شوي اللي جاء واحد من ورا صفق الكفين انور ذبح وقام يصقع في البواسير طخ 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 انحاول داخل لا يبغى يتاكد انه مات كل العالم تذكرت ايش يا مودي ايش يوم في كود يوم نوف تقول ايش فيك؟ ايش فيك؟ يوم تصقع في الجدران تذكر؟ كف كف انور طلع زوجة قلت شيك موتش الخوف قاعد يصقع الجدار ابوي مع بيها هذي الله ذاك لا 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 مين اظنك انت اللي قاعد تركض في الليل وناشف اي في كود بس مين مودي اي يركب النهاية هذا الباب قزاز قدامك لا هذي انا فهد يوم زومبيز يركض العاج واقول وش في بخش فهد يقول لي هذا الباب قزاز قول الباب يسار يا غبي وش الباب يسار هذا لفيت يسكش قديوه اوكي ثواني ثواني بروح الحمام باجي يلا ايش بتسوي في الحمام روح شوف وقف كل السالفه قال شو تسوي اوف انور معه شمشير 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 السيف العربي لا في لقطة كانت مع شو اسمها هذي قاعدة تراقبني انا خرجت بس الثاني كنت اي واحدة هي هذي اللي قلتها انت مع هذي شو اسمها هذي وش سجلت الفيديو حتى علي ايه ايه عندها اتوقع غش الضحك والله غش الضحك ايش صار غبي موتي دايزي تعرف دايزي دايزي طلعت في وجه المسكين وكنا نلعب رايفت هو من اللخمة لف يمين وصقع الجدار اي وقفت ما سوت له شيء ايش في ذا اقول لك قاعد تحطت اليد وتضحك ايش تسوي طيب رد الفعل ما اعرف اني اروح المسكين لا جد مع صرخه بعد عرض لي واو
إجابة المشهد أحصل. أعطاها. يا الله. بسم الله فالشغلات تحفة. والله اكثر حاجة اللي ماني قادر اتحرك ماني قادر اخش بابي صارك يا غبي. الله غبا عندي والله كذا. اوكي عبيط عبيط يا شيخ. ايوه شو صار معك؟ يلا راح تكمل شوف دور. رحت تكمل. نبحث عن مايا. بدنا نحط الاكستراز. اوه 31 وش بسوي فيهم ذولي؟ وش هي؟ دامجز؟ حط بيع ابوها بعدين. وديز يلا فاست رفل يلا بس اطلع انت. ايوه هيا بنا. جي 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 الصوت يا عيال ما فيك بث تخش علي. عدل اسمع مين فهد اللي طالع قال هيك؟ لا 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 فيصل. شوف ال جودة جودة. خشوا بس البلايستيشن. يا أخي في الصوت زي كأنه حدا فوق راسك عم بلعب. صوت عندي؟ لا لا صوت اللعبة المكان اللي قاعدين فيه باللعبة. ايش بث انت فهد نشوف شو بدك. في صوت كهرباء كهرباء شلون وش ذا الفيديو يا زق صورة سديا واتس وش اللي صار هنا القلبة تبين ذي هنا يا منقل ما حد داري عني. بدور عليه. دقيقة شطه ضايع في الغابة الله يقلعه. المشكلة انك جيت عندي مريت ورحت. طيب كمل بس هيك. اللي تجيب ذاك. عيد 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 عيد. طفت انا مرتين بعد في هذا اللي رايح. ادري وين هو يضحك ولا ادري وين يا تو ما وصل. شوف
جينا جبناك. الله واضح السواق خبرة عندك يا بودي. ابغى اعدل عشان اسحبه من ورا. اسمع اسحب جلط يا اسحب الشجرة. شوف شوف هذه 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 والله حلوة مرة حلوة يا اخي ترى والله مرة ممتعة. هنا هنا يسحبون بعض العيال لاش بمصطبة. اسمع ايش بيقول شوف شوف باك صقع باك زي باك صقعني عشان عجت عنه انا. لابس كذا كثير؟ كيف لابس كذا كثير؟ شوف باك شوف هيك عجب وسط زعلان. كله كان راح يقلب. ما خشيت البث حقي يا عيال. لا قاعدين نشوفك. بوريكم شيء. شوف هذا. من اللي انقلب هنا؟ انقلب ورا بعض ذي. شوف شوف بق شوف بق زعلان رايح. شوف يقول بلو. فهد وراه العين شوف. الاول. الاول. شوف شوف مصطفى مصطفى الخبرة. شوف شوف الحين باقز بيصحى من توا ما توازن بيروح يسقع مرة ثانية. شوف شوف راح راح باقز. شوف ناظره ناظره مطعج. شوف شوف مودي الغبي بيسحب مصطفى الحين. واضح الدقة في في العملية. شوف باك شوف ناظر باك كان سكران مسكين دايخ تعبان. الله يرحمته أمس وايته شيشي. ترى أمس متأكد إن باك كان يلعب نص القدر ونايم. شوف شوف شو وين راح صقع. أقول لك متأكد أنا. يا حول الله. أقول لك ذاك الوقت كان يلعب نايم يمسك خط وينام وينقرب وهو اللي يقمع. شو قمع؟ بلاك ورا. أنا ميت ضحك وقتها. ترى كنا طفرانين ما في بنزين. شوف كلنا ما عندنا بنزين. وإذا وقفنا خلاص. والله السواقة صاقع في شدار عيال عندكم. كنا قاعدين ندور محطة ما في بنزين فاضي كل سياراتنا. وين مشتي يا فيصل حرام عليك. خلاص نرجع. قال رجعت. ارجع ارجع. حطينا نور باي زد عليه نايم. على مين حطين عند جنبك؟ خلاص حركت. حطينا عليك ترى زد جنبك ترى زدات نايم. وين الدرب؟
اوي ضيعت ما لقيت الدرب. هم في ذا البيت بس ماني عارف من وين. والله المكان بسم الله غريب. ليش رحت بعيد؟ مو بعيد انا وين بعيد؟ انا هون. مو بانت يعني قبل شيء قالوا لي ذي المنطقة بعدين ما ادري صار ذي الحين بعد 300 متر مدري. وي انا كيف بدي اطلع؟ انا محصور بالغرفة. محصور اذهب الى الحمام اذا انت محصور. يا طب زين. وي وين اطلع؟ وين اطلع برا خلاص حطوك في مبنى ثاني. انا في موت اجين. انوار والله ما ادري اذا حقدر اجيبك ولا لا. فرصه. رسبان هذا والله ما زين. اخر حسابات عندي زيروز. اين الدرب؟ هوبا. ها صوت الكهرباء فيه ولا راح يا فيصل؟ الله أكبر. يا لهوي نور بعيد. لا شكلي ما هلحقك. لا اصحى انت مو جنبي. طيح جنبي. Nobody want to eat you. Hoppa! Oh, سرير. يلا نو ذا بيلغريم هاز ريتيرند اي هوب نوت امتي هاندد اي فاوند ذا لاد اي ديد وات يو وونتد اتس يور تيرن جيت مي تو ذا جوهيم. هلا تقدر تفوت على اعدادات الاو بي اس ثواني بس خش اعدادات الاو بي اس قبل ما نخلص حكي هذا. لا مو من هنا. سيتنجز ولا سيتنجز بس في سيتنجز ده هذه حقت ال اوكي وبعدين نروح على اوت بوت. اوكي اعطيني الاعدادات اللي عندك الحين. فيديو بيتريتس 6000. اوكي اوت بيتريت 160. انيبل ادفانس هذه فاضيه بس. سي بي ار لوكاس مانجد تو وين السي بي ار الحين الاوديو تراكر الاول لما ضغط على الاوت بوت. وبعدين اذا حطيت على الاوتبوت يعطيني ستريمينج. ايوه الفيديو بيتريت 6000. اوكي ولا الانكودر مقفل اصلا والاوديو بيتريت 160. تحت ريكوردينج باث
مقفل اصلا. لا ما بدي ريكوردينج، بس بدي ستريمينج. ستريمينج ايوه فد شو اسمه فيديو 6000 والاوديو بتريت 160 فقط، ما في شيء ثاني. اوكي ايش السي بي ار دي مدروش. لا بس بدي اتاكد من شغله، نفس اللي عندك؟ لا مو نفس اللي عندي، انا حطيتها زي ادفانسد انا عامل. عرفت؟ Aiden, still alive? Worried about me, are you? Of course, I have high hopes for you, Aiden. Meet me outside. يلا طلعت له. ليش هيك علي انا عندي؟ ايه؟ اه يلا جيتك. هيا 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 هيا. فيصل لسه موجود؟ يلا. Aiden wants me to find Lucas's murderer. Only then will he help me get to the center. I'm doing his dirty work. Fayasal. He told me to start with the bazaar. Sophie. Sophie. Back to the machine. خلنا نروح نبيع الأسلحة. أبيع كل شيء يا زلمة. ما قادر احمل شيء جديد. هيا طيب نيجي الى موضوعنا يا طويل العمر. ما يمدينا نسوي ابجريد للارمر؟ ادري. عبد الله خش انت الستريم تبعي بدي اورجيك النوتيفيكيشنز اللي ظبطتها. يلا ايف جاهز؟ جاهز. يلا هاي تيست الفولو الجديد. A new follower. حلو صح؟ مرة كبير يا رجل. ايش؟ الصورة، صورة مرة كبيرة. ايه عادي عادي. شوف هاي. حلو هذه. هاي اللي ضحكت عليها. لا 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 لا. شفتها؟ جميل جميل. حلو. هاي الدونيشن. شفتها؟ يس. شوف الهوستنج. Begin to wonder why you came, where did I go wrong? Lost a friend. رهيبة. شوف شوف الهوست مبسوط. لا لا شوف البيت البيت هيا. Give him the bits. The bits. The bits. The bits. The bits. Okay, okay. Take it easy on the counter. حلو صح؟ والله تطلع لك بشيء عجيب قسم بالله. شوف شوف الريد انت هلا. ايوه كيف؟ والله رايبين صح؟ اخ استكبر الخط كانه يعني لا اكثر من كذا بتغطي الشاشه على نفسك الخط مو صوره.
هلا ممكن في شغله ممكن اعملها هاي هيك شوف هون والله ممكن اعملها شف هاي مثلا الفولو الجديد A new follower. هاي الفولوور الفولوور ايها الرين شف A new follower. كويسة؟ لا حلاوتنا فوقها. اوكي في هاي كمان شوفها. هاي وين التست؟ هيها. A new follower. شو الصورة؟ أحسن صح؟ اي كذا أحسن. أنا هيك حسيتها أزبط، صدق؟ أنا الكلام في النص اي أفضل. بس بدي أعرف أجربها عشان أتأكد إن الصورة شغالة ولا لا. أنا هاي هاي أحلى صورة هاي يا زلمة. عشان إيه؟ هلا والله وسام. اسمع عدلت بالنوتيفيكيشن مو امس انت لما عملت دونيشن وعملت مسج ما طلعت بالشاشه ومدري ايش خلتني اعيد الوضع كله من ايوه ديسكونكشن لا مو ديسكونكشن انا طلعت خلاص بس اجاني تروفي كيف حق شنو والله ايش شو اجاني تروفي لحظه بوت لكر ايش بوت لكر دي والله ما ادري يلا ارمو ات واز نايس حبيب قلبي فور واتشينج حبيبه وسام اللي اهم شيء ظبطت تعال شوفها هعمل التست على الستريم تعال شوفها بام 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 هلا كانت حلوه تبعت الاوفر واتش هذيك النوتيفيكيشن بس يا اخي ما فيها حركه ما فيها يعني تقدر تضيف كتابات او شغلات عرفت ثابته خلص هذا اللي قهرني فيها عرفت ان انت فاتح بش اسمه ستريم وطي الصوت ولا لا عادي عادي صح علي الصوت علي الصوت بس اكتم مايكك يلا حبلش واحد اثنين ثلاثة هاي فولو A new follower. هاي السبسكريبشن جان زي قمص هاي الدونيشن وهاي هوستينج Began to wonder why you came where did I go wrong I lost a friend وفي البيت سايها Give him the bits, the bits, the bits, the bits, the bits, the bits. Okay, okay, take it easy on the counter, will ya? آخر واحد الريد. Began to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend. خلص خلص. افتح المايك. Sam. Yes. Uzan. Mm. I thought.
ليش ما ترد علي؟ هذا شو تخلي ممحول انت يعني شايف العادم اللي حط البيوت اسمع يوم تسالف معي ها سيفو ما دست ما يقول لك ليش ما ترد علي؟ سيفو حملتها؟ لا لقيت تصبيرة ليش احملها مجانية يعني ولا ليش ماني فاهم؟ لا ما هي مجانية. طيب وليش هروح اشتريها؟ معك فلوس معك رجال الله عطاك سريع معك فلوس لا بس قصدي شيء عرفت اللي يصبر كلين الدرينج لا لا شكرا ما ابى ايش ابي عمرك ست مش عاوز شو رايك يا وسام اوكي احسن من اول صح يس ياس لا بتضحك كويس ما اظن شيء الا تقريبا نحول هذه ايش مين قاعد بيلعب سام ايش قاعد بيلعب كود شكله يلعب وسام مين انا ايه كنك يا جلد اي قاعد العب كود يلا حوقف البث الان نراكم غدا ان شاء الله تعالى لا لا تذكر سلام لا اندينج